كل احنا عايشين معك. خلي بالك عشان التورته دي احنا خلينا في سكينه نعمل كده معايا مصحف يلا يا جماعه نتخيل ان في سكينه ونتعامل بقى صح يلا جاي جاي طب ايه يا جماعه انت بالذات حماده تمشي دي شغال الصنانه شيل عمال الصنانه ده عندك يا عم هاني شيل الصنانه ده اي تمشي معاكوا دي يا حمادة؟ لا لا صعب كنا نعمل بيها حاجة انت ماشي هنقول ان التركة ترجع تاني بس يلا استاذ احمد كيلو ها تعالى المطبخ صحيح بتاعنا ولا اللحمة اللي انت كلتها النهارده